بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة يا شباب إن شاء الله يونت 17 اللي هو الجرامر. خليني نشرح القاعدة الأول كده. الو استاذ، هو فين رقم الميتنج؟ بص عشان احمد مش عارف يخش. أحمد مين؟ احمد اشرف. خلاص وصلت لقيته. طيب ميتنج اي دي ولا الباسورد؟ يوسف لو محتاجين ابعته ولا؟ لا خلاص وصلت لقيته. طيب احنا ان شاء الله النهارده يا شباب باذن الله هندرس اللي هو يونت 17 جرامر. بنتكلم النهاردة عن باست سيمبل باسيف. باست سيمبل باسيف يعني المبني للمجهول في زمن الماضي البسيط. أول حاجة الماضي البسيط يا شباب هو زمن بيعبر عن حدث وقع وانتهى في الماضي خلاص، تمام؟ لعب، أكل، شرب، ضرب، درس، شاهد، كل ده. طيب احنا متعودين ان جملة الاكتف او الجملة العادية اللي في زمن الماضي البسيط زي مثلا I played football. فوتبول. انا لعبت كورة. I played football yesterday. تمام كده يا شباب؟ يعني تبقى football was played صح؟ خلينا نمشي واحدة واحدة كده. الاول يا عبد الله، دي اسمها جملة، دي جملة عادية في زمن الباست سيمبل، فهي تسمى اكتف. تسمى ايه؟ اكتف. اكتف. طيب بما اننا بنتكلم عن معلوم ومجهول، يعني ايه اكتف؟ يعني معلوم. يعني ايه معلوم؟ اي معلومة الفاعل. معلومة الايه؟ الفاعل. الفاعل معلوم. اما مبني للمجهول اي ان الفاعل غير معلوم. الفعل غير معلوم. طيب دي جملة اكتف. I played football yesterday. طيب القانون اللي هنمشي عليه او القاعدة اللي بنمشي عليها يا شباب في الـ past simple passive، اول حاجة start with object اللي هو المفعول. اللي هو الايه؟ المفعول. المفعول plus was or were plus was or were plus past participle التصريف الثالث للفعل. ولو عايز اذكر الفعل اقول له باي زائد subject. اوكي. طيب الباست بارتيسيبل ده هو يا شباب نركز عليه علشان انا بذكركم تاني للمره الالف ان التصريف الثالث للفعل نوعين. في أفعال منتظمة بتنتهي بالإي دي، أفعال غير منتظمة بنحفظها كما هي. المفروض إن أنتوا حافظينها. اللي هي المنتظم زي بلاي بلايد بلايد. أما الغير منتظم زي جو وينت جن. تيك توك تيكن وهكذا. فهمتوا يا شباب؟ طيب. طيب. تعالوا نشوف I played football yesterday. فين المفعول في الجملة ديت؟ المفعول هو كلمة football. يبقى هبدأ بالفوتبول. فوتبول. الفوتبول تاخد واز ولا وير يا شباب؟ فوتبول واز. 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 أيوة. والتصريف الثالث من play played. أوكي. Was played by. بص يا شباب المفروض ان انا هكتب الفاعل، بس في قاعده بتقول لي اذا لقيت الفاعل ضمير، اذا لقيت الفاعل ضمير فاعل اعمله ضمير مفعول. اعمله ضمير مفعول. يعني الاي تبقى مي. الاي تبقى ايه؟ مي. طيب لو كانت
احمد او عمر او ابراهيم اكتبه زي ما هو. يعني لو كانت اسم شخص او اسم شيء اذكره زي ما هو، لكن ضمير فاعل يحول الى ضمير مفعول. خلاص كده يا شباب. فوتبول واز بلايد باي مي، اوكي؟ ده اسمها جملة باسيف، دي تسمى باسيف. طيب تعالوا نشوف مثال آخر. مثلا علي، علي سو عمر، علي سو عمر، نعملها ازاي يا شباب؟ عمر ووز عمر سين. برافو عليك. سين باي عمر وسو سين باي علي، سين باي علي. برافو عليك. طيب ده بالنسبه للجمله الستيتمنت اللي هي الجمله الخبريه. طب تعالوا نشوف لو انا عندي سؤال بمعنى هل، يعني مثلا did they like fish. ده اكتف، ده ايه يا شباب؟ اكتف. طب ازاي نعمله باسيف؟ القاعده بتقول لي هنبدا بواز اوير ها بلس اوبجكت بلس ايه اوبجكت بلس باس بارتيسيبل بلس باي و سبجكت عامل كويشن مارك. يعني تعالى did they like fish؟ طبعا هبدا بواز اوير، الفيش ياخد واز، واز فيش، واز فيش لايك باي، وضمير الفعل يبقى ضمير مفعول ذم. did fish was fish liked by them. تمام يا شباب، ده اسمه passive. اوكي طيب لو هو WH question، سؤال بعد استفهام، زي مثلا what did they هنقول when did he see عمر، when did he see عمر، ده اكتف. نعمله باسيف ازاي؟ برضو نفس الاداة، نفس الاداة بلس was or where بلس object بلس باست بارتيسيبل بلس باست بارتيسيبل بلس و لو في مكمله اكملها و كويشن مارك. تعال نطبق هنا كده، اقول له when was عمر، when was عمر seen، عايز اكمل اقول له باي ايه باي هيم. خلاص هذا ده اللي انا حبيت اقوله يا شباب. طيب لما تكون عندي مودال فيربس، مودال فيربس في صيغه الماضي، يعني مثلا علي كود وود، علي كود مثلا بلاي تنس، علي كود بلاي تنس، دي اكتف. نعملها باسيف ازاي؟ هتبقى اوبجكت بلس قصدي بلس مودال فيرب، مودال فيرب بلس بي بلس باست بارتيسيبل بلس وباي والسبجكت.
تعالوا نشوف كده اهو. علي could play tennis يبقى tennis. Could be played. برافو عليك. Could be played. اوكي okay. طيب تعالوا يا شباب بقى نحل الاسئله. حد يعمل لنا شير لصفحه الاسئله. خستاو ممكن تعمل شير؟ انا هوقف الشير بتاعي من عندي من هنا. باش انت كستاش انت تصويرك مش حلو. صور انا. طيب فين عقل صغير؟ ماشي اعمل يا ابو غالي يلا. ماشي هعمله. طب لو يا استاذ نيجاتيف، النيجاتيف اداه النفي بنحطها برضو مع واز وير، يعني لو كانت didn't هتبقى wasn't او weren't. تمام بس كده. يعني فور اكزامبل هي didn't speak English. تمام هي didn't speak English، اقول له English wasn't spoken by him. واضحه كستوي؟ يعني النفي ما بيشكلش اي مشكله خالص، انا بحطه مع واز وير خلاص. ابو غالي عملت شير؟ شير ابو غالي. ابو غالي طلع مستر اصلا. يا ابني حد يعمل شير. الو البس معلش يا استاذ النت عندي النت بس وقف هعمل لكم الشير اهو. طيب حد هيعمل شير؟ عامل هنا يا استاذ؟ لا خلاص خلاص عملت اوكي. نبدا نحل يا شباب كده مع بعض. طيب نبدا من عند يوسف. يا يوسف. يوسف عبد الله. نعم يا استاذ. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one يا يوسف. My bag not on the plane just before we left Cairo. واظبط. واظبط. برافو عليك. My bag was put on the plane just before we left Cairo. تمام. طيب نمبر 2 يا احمد اشرف. Fat was mixed with ashes from the fire. Fat was mixed. Mixed. ايوه البست بارتيسيبو. برافو عليك. رقم 3 كاستاو. رقم 3 كاستاو. What time was the tennis match shown on TV last night? What time was the tennis match ها؟ ايه الإجابة بقى؟ Shown. ايوه احنا عندنا واس عندنا واس فمحتاجين الباست بارتيسيبل. اوكي يا شباب. طيب رقم 4 يا ابو الغالي. رقم 4. حاضر استاذ. In the past the leaves of coffee in not in water to make coffee are boiled. قصدي were boiled. طيب
The leaves of the coffee were boiled. Were boiled. قلت were ليه يا شباب؟ علشان الليفز جمع. أيوة ماضي وجمع. صرت were boiled. تمام؟ طيب. اعمل شير للصفحة الثانية. شرطة. اوكي. طيب تشير ابو كلب ده. طيب شكبك حط عبد الرحمن شريف. عبد الرحمن قول يا عبد الرحمن. Glasses are first invented. يا عبد الرحمن. عبد الرحمن شريف. يا زفت. طيب عبد الرحمن مش معانا. يا اما مطنش يا اما السماعه واقعه ولا حاجه. اتوقع السماعه. طيب قول يا ابو الصحاب. Glasses I first invented in Italy. Italy in the Italy. In 1200 سنسي. طب اوي عبد الرحمن بقول مش معاه مايك. اوكي. طب اوي وي. طب ايه اللي دخله؟ Glasses are first تبقى وير. برافو عليك. يبقى هنقول ايه؟ وير. برافو عليك. طب قول يا عبد الله شريف. عبد الله دور انا. ماشي. رقم 2 the first sandals were made of papers. Were made. The first sandals were made of papyrus. Okay. طيب. كده كل الناس شاركت. ايوه يا استاذ. مين احمد اسامه؟ احمد يا اسامه. احمد اسامه مش موجود اساسا. مش موجود يا استاذ. استوعبت اي حاجه احمد اسامه خلاص. طيب. من اللي بدأ؟ من اللي كان عليه الدور؟ أم يوسف. قول يا يوسف. يوسف قول يا يوسف. جاوب. نمبر نمبر كام يا استاذ؟ نمبر 3. 3 يا فرحان. 3 في الكوريكت. يس يس. مال بيبر ووز بيبر ووز ميد. برافو عليك. Paper was made by the Chinese many years ago. طيب. Choose the correct answer from A, B, C or D. أحمد أشرف اللي على الدور ولا مين؟ أوه أنا أسف. طيب قول يا أحمد. When was this book written? When was this book written? أيوة برافو عليك. طيب رقم 2 مين اللي عليه دور يا شباب؟ قسطاوي. يلا يا قسطاوي. قسطاوي يلا. قول يا قسطاوي. قسطاوي. The recipient is the recipe was discovered. The recipe was discovered near Fayoum. يبقى ديسكفر. اوكي. رقم 3. رقم 3 مين اللي على الدور؟ ابو الصحاب. لا انا لا. انا 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 سابيكت شار. انا ايوه سابيكت شار ووز نوت باي فيموس ارتست بينتد. ايوه واز بينتد. واز بينتد اللي هي ايه. طيب رقم 4. نمبر 4
نمبر فور مين اللي عليه الدور؟ نمبر فور مين عليه دور؟ رب الصحاب. لا أنا؟ لا ايوه بعد ابو غانم الصحاب مش ده. ايوه قول يا ابو الصحاب. ايوه اللي محمد هاني. This school was built in 1961. It was built الأخيرة. الأخيرة was built in 1961. Okay, bravo. طيب number five. دور أنا. رقم خمسة. وهي كوفي not planted outside Ethiopia until the 14th century. كافي ايه؟ Wasn't ايوه. كافي wasn't اللي هي سي. الاجابه سي. كافي wasn't planted outside Ethiopia until the 14th century. Okay, number five. Number six. يا احمد اشرف يا قصدي مين اللي عليه الدور؟ يوسف. يوسف 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 ايوه يوسف. نعم يا استاذ. نمبر 6 ماشي. ستامس ويرنت يا استاذ. ويرنت. برافو عليك. ستامس ويرنت انفنتد باي اثيوبيا ايجيبشنز. اوكي نمبر 7 احمد الاشهر. Many crops were planted in our village last year. ايوه بي اللي هي were planted in our village last year. تمام were planted. اوكي okay. طيب القسطاوي read and correct the underlined words. ايوه the first tree was taken by a doctor in Tennessee. The first X-ray was taken by ديت هتبقى ايه؟ بي واي. ايوه اللي سبيلنج غلط فهتبقى بي واي بس. بي واي. اوكي نمبر 2. Number two, yeah, the metro in Cairo was built in 1987. اللي جابها غلط هتبقى B-O-I-L-E. نفس اللي سبيلينج بس آخر حرف هنشيل الدي ونحط التي. نفس اللي سبيلينج هنشيل آخر حرف بس. اليو هنشيل اليو ونحط او. لا لا بيلت نفس اللي سبيلينج B-U-I ال تي. ابو غالي انت حافظ مش فاهم. بويلد كده انت هتخليها بويلد. هو الفعل يا ابني يا ابو غالي يا ابني يعني بيلد. تمام الماضي البسيط منه بيلد نفس السبيلنج بس بشيل أيوة. بستبدل أيوة. أيوة. بستبدل الدي بالتي. اوكي يبقى هي بس هستبدل حرف الدي بالتي بيلد. اوكي اعمل شير للصفحه اللي بعد كده. دور الصحاب. طيب general exercises complete the following dialogue. Ahmed is talking to his uncle an archaeologist. Ahmed بيتحدث مع عمه. ده مكتوب عمه. ما أحمد بيتحدث مع عمه اللي هو عالم آثار. يعني عمه عالم آثار. تمام عمرو هي عندي في الطبعة القديمة أحمد لكن هنا مكتوب عمرو. اوكي ماشي. عمرو بيقول ايه؟ Can I ask you some questions?
Can I ask you some questions, uncle? فرد قال له sure. قال له did. خلاص يا جماعة. Did the Egyptians make many نقط؟ قال له yes, they made a lot of discoveries. يبقى هنا هنكتب ايه هنا؟ Discoveries. Discoveries. يبقى رقم 1 discoveries. اوكي طيب. عبد الله شرب بقى اللي هيركز معانا. قال له yes, nice, nice. When was the pyramid of Saqqara نقط؟ هيقول له it was built for 1500 years. طيب احنا هنا هنكتب ايه بقى يا عبد الله شريف؟ it was built. When was the pyramid of Saqqara built? Built. Built بالتي. ايوه ايوه بالتي. خلاص past simple يعني past participle هنا built. اوكي طيب يوسف it was built for 1600 years. قول يا يوسف. نعم. النمبر 3 هنقول ايه؟ was built. لا ما هي رقم 4 رقم 4 4 it was built for 1600 years. was written. لا هي عاوز اقول لك هرم سقارة. هرم سقارة بني منذ 4600 عام. منذ is built. is built. لا احنا ما هي رقم 3 built. خلاص رقم 3 built. رقم 4 it was built 4600 years ago. years ايه ago. ago. خلاص ماشي تمام. طيب احمد اشرف اخر واحده. هقول ثانك يو بس. ثانك يو تمام. طيب تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. نشوف ابو الغالي نمبر 1 القسطاوي. استاذ القسطاوي استاذ. هو استاذ اخر اجابك ايه؟ اخر حاجه ثانك يو. ثانك يو. شكرا. اوكي قول يا كستاوي رقم 1 يلا. Cars are modern discovery. دي واحده. Inventions اخر حاجه. قول لي cars are modern inventions. Inventions ايوه رقم دي. اوكي دي. طيب رقم 2 يا ابو غالي. ولد بيجست دايموند. The world's biggest diamond was found. Bravo, Alexi. Okay, رقم 3 يا أبو الصحاب. محمد هاني. أبو الصحاب. طلاب أنا جايبه النهاردة على 13500 بيبي بوست. هوريكم الاول ده الحساب بتاعي زي ما انتم شايفين حساب كده. يا جماعه في حد مشغل فيديو عنده؟ في حد مشغل فيديو عنده يا ابو الصحاب؟ اهو ما انا قاعد بتكلم محدش صد عليا. لا ما كنا سامعين صوت. انت في المايك. انت ما كلمتش. طيب قول 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 رقم 2 يا ابو الصحاب. ام باي 2. حاضر. زوايلز بيجست رقم 3 يا باشا. 3 رقم 3. The telephone was invented not by Alexander Graham Bell. أيوة. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. يبقى by اللي هي الأولى. by. Okay. طيب عبد الله شريف رقم 4. The recipe not on papyrus. The recipe was written. ايوه اللي هي سي.
سي كويس اوكي. طب نرجع تاني ليوسف. قول يا يوسف. قول يا يوسف. يوسف يوسف مش معانا يوسف. طيب قول يا احمد اشرف. احمد ابو الاشرف. يوسف. امس. قول يا احمد اشرف. معك رقم 5. الو. ايوه يا احمد اشرف نمبر 5. ده ايش؟ ايش؟ ذا انشنت ايجيبشنز يوز اند سولت. ايوه هيربس اند سولت تو ميك توث بيست. Well, the ancient Egyptians used herbs and salt رقم B. to make أيوة toothpaste to clearing teeth. أيوة المصريين القدماء استخدموا الأعشاب والملح لعمل معجون لتنظيف الأسنان. تمام برافو عليك. طب قسطاوي رقم 6. ولا قسطاوي رقم 6. ايوه يو يلو واز رايت اف يو ميكس دي. يلو واز رايت يو ويل جيت اورنج. ايوه اف يو ميكس الاخيره اف يو ميكس يلو وذ ريد يو ويل جيت اورنج. طيب نمبر 7 يا ابو غالي. انا The pyramid of Saqqara نقط 1460 years ago was built. The pyramid of Saqqara was built 4600 years ago. هرم Saqqara هرم Saqqara بني منذ 4600 سنة. اوكي طيب قول يا ابو الصحاب. حب من بايكال رقم 1 في كوريكت. The first text message was written. Was written. برافو عليك. طيب عبد الله. رقم 6 صح؟ رقم 2 في كوريكت. مش رقم 2 معلش. When was American discovered? When was America American discovered? أيوه discovered. يعني متى اكتشفت discovered. قارة أمريكا؟ متى اكتشفت discovered؟ أوكي كده يا شباب خلصنا الدرس. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. في حد عنده ما أي حاجة ما فهمهاش؟ يا شباب في أي حد عنده ما تعليق او اي يعني حاجه؟ انا عايز اسال سؤال يا استاذ. اتفضل. هو حق الصفايه بعتت لكم ان احنا هناخد مسيع؟ هناخد ايه؟ مسيع مش نعمل مشاريع. والله لسه لحد الان ما حدش بلغنا بحاجه. بس هو قرار الوزير. مش كانوا قالوا هيعملوا ابحاث بس ما قالوش امتى وازاي. ايوه ايوه ما هو فعلا في قرار الوزير ابحاث وكده لكن امتى بالظبط او الاليه ازاي او كده لسه ما جناش تعليمات. خلاص طيب درس بالنسبه للدرس اليوم في اي استفسار؟ لا خلاص يا شباب يلا يلا شكرا. جود لك جود لك جود باي. سلام.